الحرس الثوري بدأ يعني منذ 2003 بعد غزو العراق، بدأ يحاول أن يتدخل في الشأن العراقي من خلال وكلاء، من خلال الناس اللي دربهم، من خلال الميليشيات اللي دربها، وساعد في وقتها على تسليح مجموعات مسلحة كثيرة في العراق، خاصة في الجنوب، في جنوب العراق، ساعد على يعني تسليحها ونشوءها وتنظيمها وتمويلها، وهذه أصبحت فيما بعد ذراع للحرس الثوري داخل إيران، العفو داخل العراق. حقيقة تأثير اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس معه، لأن باعتبار هو كان رأس التنفيذ لسياسة فيلق القدس في العراق، المهندس، بعد اغتيالهما شهدنا تغييرا ملحوظا وواضح في السياسة الإيرانية في العراق، وشهدنا يعني انقسامات كبيرة في داخل البيت الشيعي داخل العراق، أو ما يسمى محور المقاومة في داخل العراق، وصار صعب عليهم الاتفاق، وكان واضح جدا تأثير ذلك بعد استقالة عادل عبد المهدي نتيجة الضغط الشعبي، نتيجة المظاهرات الجماهيرية اللي جبرتها على الاستقالة. كان واضح عدم قدرة البيت الشيعي ومحور المقاومة على الاتفاق على بديل عن عادل عبد المهدي وحكومته. واضح أن ضابط الإيقاع لهذه المجاميع التي كانت تتأثر ولا زالت تتأثر بالحرس الثوري الإيراني، ضابط الإيقاع غيابه أثر كثيرا في تنسيق الحركة. وعلى ما يبدو أن بديل قاسم سليماني ممثلا بالجنرال إسماعيل قاآني لم يستطع أن يملأ الفراغ الذي تركه قاسم سليماني، بخاصة وأن قاآني حقيقة لا يمتلك خبرة بالساحة العراقية، هو خبرته كلها كانت في أفغانستان وباكستان. قاسم سليماني، اغتيال قاسم سليماني كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، لأنه بدايات التراجع في نفوذ إيران داخل العراق بدأت يعني في 2017 2018 2019، تطورت بشكل كبير. وكشخص مختص في الرأي العام أقول لك أن شعبية إيران داخل القاعدة الرئيسية لها في جنوب العراق تراجعت كثيرا. يعني شعبية إيران كانت في بعض الفترات وصلت إلى تأييد لإيران أكثر من 80% بين الجنوب، أبناء الجنوب في العراق في 2014 تقريبا، تناقصت هذه النسبة بشكل كبير حتى وصلت يومنا هذا إلى 17%. هذه القوة الهائلة، قوة النفوذ المعنوي، قوة النفوذ الناعمة لإيران تراجعت كثيرا في العراق في السنوات 2017-2018-2019 لعدد من الأسباب، منها أسباب اقتصادية، لأنه إيران بسبب الحصار الذي وقع على إيران اعتمدت على العراق باعتبار الرئة الرئيسية التي تتنفس منها لجلب العملة الصعبة، فبدأت تغرق السوق العراقية وبالذات المناطق الجنوبية بالبضاعة الإيرانية الرخيصة جداً،
والتي لم يستطع لا المزارع العراقي ولا الصناعي العراقي أن ينافسها، وبالتالي دمرت اقتصاد الجنوب وأدت إلى زيادة معدلات البطالة. السبب الآخر الضخ الكبير للمخدرات في الجنوب، وأصبح الظاهرة استفحلت كلها تجي عن طريق إيران تدخل. نعم هي ليست عن طريق إيران الرسمية، لكنه بالنسبة للمواطن العراقي هي تجي عن طريق إيران. ثم العامل الثالث وهو المهم، أن إيران بسبب تدخلها في تشكيل الحكومات العراقية عدت من قبل المواطن العراقي وبالذات في الجنوب، عدت أنها السبب الرئيسي وراء الفساد واستشراء هذا الحكم الغير كفو والفاسد، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالعراق. فالمواطن في الجنوب أصبح يلوم إيران لأن من يحكمون هم وكلاءها، ولأن إيران باتت هي المتحكم الرئيس بالقرار السياسي العراقي. لذلك تدنت شعبية إيران بشكل كبير، وشفنا المظاهرات اللي طلعت بال 2018 قبل 2019 في البصرة استهدفت القنصلية الإيرانية. في 2019 المظاهرات اللي طلعت بالعراق مرتين حرقت القنصلية في النجف، وكانت الشعارات واضحة ضد النفوذ الإيراني. طبعا إذا أضفنا إلى هذا جائحة كورونا وتأثيرها في إيران، والوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه إيران، الاقتصاد الإيراني الآن على شفا انهيار، كل هذا خلى السياسة الإيرانية في العراق سياسة متحفظة جدا، أقل تدخلا مما كانت عليه، ليس لأنها لا تريد أن تتدخل، وإنما لهذه الأسباب الموضوعية التي جعلت المواطن العراقي يرفض. وإيران باتت غير قادرة على تمويل وكلاءها داخل العراق وفي المنطقة العربية بشكل عام.